دائما تركيا تصرح وبشكل علني وبالإعلام أنه هي مصدر العراق، لكن تركيا لم توقع على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة سنة 1997 اللي هي تنظم الأنهر المشتركة الغير. طيب، وهل وقعت إيران على تلك الاتفاقات؟ لا، إيران لا وتركيا لا، للأسف الشديد، لكون كل دول، أغلب دول المنبع لم توقع، أيضا مصر لم توقع لنعرف وجود نص بالاتفاقية يتعلق بالاتفاقيات القديمة. على كل ذاك موضوع آخر. نعم، الموضوع اللي إحنا نعاني منه أنه هم لم توقع على هذه الاتفاقيات اللي هي بيها نصوص مفيدة للعراق، أنه يجب على دول المنبع أن لا تسبب. ولكن أستاذ عون، أنت هنا أعدتنا. نعم. إلى صلب السؤال، هناك مشكلة في العراق. نعم. المحاور العراقي ليس. نعم. لديه قوة كافية حتى يطرح. لا، ليس يطرح، لا، نحن أصحاب حق أن يفرض الحق العراقي.